الأمر الثاني بارك الله فيكم أيضا ذكر وسأل بعض الإخوة كثيرا هذا السؤال، لا أدري ما أسبابه، لكن قد تكون بعض الأسباب ظاهرة وقد تكون بعض الأسباب خفية، ونحن لا نبحث عن الخفايا لأن الله يظهر المكنون، شاءت الناس أم أبت، والله جل في علاه يعلم ما يبيتون. كثرت السؤالات والأسئلة من بلاد الجزائر، إذا صح التعبير الذي يقولون عنها مثلا الصحفيين الشقيقة أو الحبيبة، هي كذلك بلاد من بلاد الإسلام. سأكثر السؤال عن الإخوة والمشايخ الذين نرجع أو الذين نسألهم أو الذين نعم نأتيهم فنتعلم منهم هناك، وهذا سؤال يعني إما أن يكون السائل لا يعلم عن ذلك البلد شيئا وهو من أهله، وإما أن يكون قد غرر به وجاءه قطاع الطرق فشوشوا عليه وشغبوا عليه، كما هي الدعاية البالية الممجوجة، والله إنها مستقبحة ومستقذرة طبعا، مستقذرة طبعا وقبل ذلك شرعا، ما يفعله أولئك التلفيون من رفع الشعار ضد أهل السنة المحضة، الغلاء 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 والغلات، ما هكذا يفعلون؟ خلاص مجت الناس بمثل هذا، تقذرت، ما تكاد تسمع مثل هذا إلا ما يعني قليلا، ويصيبك ماذا؟ القي. أكثر بمناسبة وبغير بمناسبة عندما يجتمعون ويغذي بعضهم بعضا، لا يتغذى هؤلاء إلا على ماذا؟ على الفتن وبؤر الصديد، لأنهم أهل فتن، ولا يتعايش هؤلاء ولا يتغذون إلا على الفتن وأنقاضها. فإذا ظهرت السنة والحمد لله وعلت، من فين يتأكل هؤلاء؟ قد أكثروا غلو غلاة غلو، سبقوا من هذا القاسم الذي رفع من خسيسته بعض الناس وعدوه إماما في السنة، لا والله ما عرفت السنة ولا حتى تعرف أئمتها، وهو الذي يكتب في تاريخ الجهمية والمعتزلة أعني القاسم، ويصف الذين ردوا على الجهمية بأنهم غلاة، فما أشبه الليلة بالبارحة، ولكل قوم وارث. فهذه ثرثرات تتكاثر وتتناثر في بعض البلدان هنا وهناك وهنالك، ومنها ما جاء لإخواننا في بلاد ماذا؟ الجزائر. ولازلنا نكرر ونقول ممن نعرف من إخواننا هنالك، نسأل الله لنا ولهم وللجميع الثبات على السنة، هم جمع من الإخوة وطلبة العلم، وقلت لكثير من السائلين احمدوا الله أن الله هيأ لكم في بلادكم، أعني هذه البلاد الجزائر، أمثال هؤلاء المشايخ الفضلاء، احمدوا الله، كثير من البلدان لا يوجد فيها حتى طلبة علم مبرزين، فلا غضاضة من أن نعيد ونذكر أبناءنا، من أراد منهم أن يطلب العلم وأن يستفتي فثمة جمع من إخواننا من أهل السنة في ذلك البلد، منهم الشيخ الفرقوس والشيخ عبد الغني عويساد وأخونا الشيخ الأزهر سنيكرة والدكتور عبد المجيد جمعة والدكتور عبد الخالق وغيرهم من إخوانهم. فما هذا التكرار وما هذا السؤال المزعج؟ اعرفوا لأهل الفضل فضلهم ولأهل النبل نبلهم بارك الله فيكم، وإياكم وبنيات الطريق ممن كان يسير معهم ثم تنكب وبارزهم بالعداء وأظهر
الله فيكم على دعوة أهل السنة في ذلكم البلد وفي هذا البلد وفي غير ما بلد.